سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعي قناتي بفريكونسيز. أتمنى أن تكونوا دائما بألف خير وبصحة وعافية. أعتذر أحبائي عن غيابي اليوم، سأوفر لكم اليوم تردد قناة أفلام أجنبية. القناة منوعة لكنها تقدم أفلام أجنبية بدون مواعيد وبدون فواصل إعلانية مملة. إذن أحبائي صلوا على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. نأخذ من القائمة الرئيسية منيو، ثم التركيب، ثم قائمة بي، ثم نضغط على زر إضافة التردد. لاحظوا جيدا التردد 11054، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي V. هذا التردد تظهر عليه قناة كويت تي في 2 HD. القناة تبث أفلام أجنبية، هي منوعة، ليست مختصة في الأفلام الأجنبية لكنها تقدم أفلام أجنبية بالليل. سأوافيكم أحبائي بالجديد في الفيديوهات القادمة. شكرا لكم أحبائي على مساعدتي والسؤال علي. شكرا لكل من يدعمني ويشجعني ويهتم بأمر القناة. شكرا لكم كثيرا. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.